لا طبعا خطوة زي دي الحمد لله خطوة مهمة جدا في حياتي. طبعا كابتن أول ما قابلنا اتكلم معايا كويس، رحب بيا كويس، قال لي إن عادي أقدم الطبيعي بتاعك، ما تعملش حاجة زيادة عن الطبيعي، كأنك في النادي بتاعك بالظبط، ما تحاولش إن تعمل حاجة زيادة، وإن شاء الله هحاول أقدم نفسي بشكل كويس وأكون إضافة كويسة إن شاء الله للمنتخب. لا طبعا ما كلهم إخواتنا، في الأول وفي الآخر إخوات، طبعا الاستقبال منهم كلهم كان كويس جدا، اللعيبة كلها محترمة، إخواتي الكبار استقبلنا بشكل كويس، ما حسيتش خالص إن أنا غريب عن المنتخب، بالعكس حاسس إن أنا بقالي كتير معاهم. إن شاء الله نحاول نعمل حاجة كويسة، نقدم حاجة كويسة تليق بمصر، إن شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي إن شاء الله.